نعود مشاهدينا الكرام إلى تصريحات ولي العهد السعودي، ومعنا من جديد هاتفيا من عمان الدكتور هلال دليمي المحلل السياسي. مرحبا بك مجددا دكتور هلال. حياكم الله وحياكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك. إذا ولي العهد السعودي في مقابلة صحفية أمريكية وصف التدخل الأمريكي في العراق بالخاطئ، كيف تقرأ تصريح محمد بن سلمان في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المعروف بالضرورة أنه الغزو الأمريكي الأنجلو أمريكي الصهيوني الثالث للعراق خطأ اعترفت به كل الدول، وهو من الناحية القانونية لم يكسب القانون الدولي، بل على عكس تحدى القانون الدولي واعتبرته الأمم المتحدة سلطة احتلال. فبالتالي غزو العراق كان خطأ جسيما، أسس على باطل، وما أسس على باطل فهو باطل، وما نتج عنه باطل. ولكن المعلوم بالضرورة هنا أن التعامل مع معطيات الباطل باطلة أيضا، ويؤسفنا نحن في الجانب في القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال أن نرى أن الدول العربية تتعامل مع مخرجات ومعطيات الاحتلال كأنه واقع حال، وتتناسى بأنه هذا الخطأ نتجت عنه جرائم، وأهم جريمة هو إخراج العراق من محيطه العربي وتسليمه لعصابات تنفذ في البلد مدعومة خارجيا عبثت بأمن العراق وأمن المنطقة. بالتالي تصريح ولي العهد صحيح، وهذا ما اعترفت به الولايات المتحدة بأكثر من مناسبة بأن غزو العراق كان خطأ، ولكن هذا الخطأ وهو جريمة منظمة بحق شعب بأكمله حقوقه لا تسقط بالتقادم. بموازاة هذا الخطأ، قال بن سلمان إن إيران تقف وراء كل المشاكل في الشرق الأوسط طبعا ومنها العراق. إلى أي مدى يمكن ربط الاحتلال الأمريكي في العراق مع النفوذ الإيراني في العراق، وأن الولايات المتحدة هي من وظفت هذا النفوذ؟ الولايات المتحدة الأمريكية عند غزوها للعراق خططت لهذا الغزو بشكل تام مع إيران، وإيران والولايات المتحدة الأمريكية صاحبي مشروع واحد، وهذا المشروع يقضي بتهويد العراق وتقسيمه وإضعافه إلى أقل حد ممكن. إيران لديها ثأر مع أهل العراق منذ قديم الزمان، منذ ذي قار وما قبلها وما بعدها، وطوال هذا الفترة إيران الجار السيء الذي لم يرى منه العراق خيرا قط. عندما فكرت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق وخططت لهذا منذ ثمانينات القرن الماضي، وظفت إيران، ومن إيران جيت انطلق التخطيط والتنسيق المباشر مع خميني في ذلك الوقت، وتسليح الجيش الإيراني وإضعاف العراق وإضعاف المنطقة من مشروع الذي هلل له كيسنجر في ذلك الوقت، بدأ تنميم النفط. في الغزو الأمريكي للعراق كانت إيران اليد الطولى واليمنى في هذا الغزو، ومؤتمر لندن خير دليل على ما نقول، حيث وظفت الولايات المتحدة الأمريكية الأحزاب الإيرانية التي قاتلت مع إيران في حرب الثمانينات في هذا العملية السياسية، وأعطتها القيادة والريادة ولا تزال تدعمها لحد الآن. إذا المشروع واحد، إيران استفادت كثيرا من هذا الغزو حيث لم تحقق الجانب العسكري من خطتها لتصدير الثورة، حققتها الولايات المتحدة الأمريكية لها وأطلقت يدها في الجزئين الثاني والثالث من الثورة الإيرانية، ومخطط الغزو الإيراني. والغزو الإيراني أخطر بكثير من الغزو الأمريكي للمنطقة، لأنه اتخذ من العراق قاعدة للانطلاق للمنطقة، ثانيا هشم المنطقة وقوضها باتجاه أضعاف الكل لصالح مشروعه الممتد والطامح باستدعاء الهيمنة الفارسية على المنطقة العربية وعلى الشرق الأوسط. الآن إذا ما مدى خطورة الميليشيات التابعة لإيران مع تصريح زلماي خليلزادة الذي قال أن إيران ستتدخل في انتخابات العراق لصالح ميليشياتها؟ هذا الكلام للولايات المتحدة الأمريكية ليس بالجديد، وهم يعرفون جيدا لأنهم مخططون لهذا العمل ومشتركون في هذه العملية. نسمع منهم التصريحات ولا نرى منهم ردع لهذا العمل. هم لا زالوا يسلحون الميليشيات، وهم الذين قاموا بتسليح الميليشيات ودعموها في العراق وأعطوها الدبابات وأعطوها القوة. وإيران على توافق تام مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب. ونعم الكلام الذي ظاهره حق وباطله وكله باطل،
أن إيران هي توظف كل شيء لصالحها، والميليشيات هذه تابعة إيران قلبا وقالبا. ولكن سؤال لخليل زاده والحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، لماذا أنتم تدعمون هذه الميليشيات إذن وساهمتم في إعدادها ونشأتها وتسليحها لحد الآن، وتدعمون من يدعمها إذن؟ العملية متفق عليها والضحية هو الشعب العراقي. بالعودة هذه تقول في قضية الانتخابات وغير الانتخابات. بالعودة إلى تصريحات ولي العهد السعودي، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التصريحات بعودة العراق إلى الحاضرة العربية وعمقه العربي؟ أنا أعتقد أن هذه التصريحات لن تدي نفعا في عادة العراق إلى الحاضنة العربية إذا لم تتم المواجهة بشكل حقيقي بالمشروع الإيراني برمته. والمشروع الإيراني في العراق لا يتوقف على الميليشيات ولا يتوقف على الجانب الإيراني، وإنما يتوقف على الحكومة التابعة لإيران في العراق وأحزابها المتمثلة في كل أذرع إيران في العراق. فعلى الدول العربية إذا أرادت استعادة العراق عليها أولا أن تتعامل مع المشروع ككل ولا تجتزئ منه جزءا، ولا يتوهم أحد بأن الأحزاب الإيرانية التي قاتلت إلى جانب إيران ضد العراق سوف تخرج من طوع إيران وتنتمي للمجموعة العربية وهي كارهة لها وهي تحاربها ليل نهار. إذا أنا أرى أن هذا الأمر يجب أن يؤخذ بجدية وبجدية واضحة لمواجهة المشروع الإيراني بشكل متكامل بكل أدوات تنفيذه، ولا يجتزئون حال على حالة ولا يتوهمون بأن القائمين على العملية السياسية في العراق هم ليس جزءا من إيران بل هم إيران وأكثر في العراق، وهم يعملون لصالح إيران أكثر ما يعملون لصالح العراق وقالوها صراحة. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن من عمان دكتور إلى الدليمي المحلل السياسي.